وحان كبلابا يا إن شاء الله تعالى شيخ النوين عالم كأه محدث كأه أضمانت قرن إنسان أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أنا إذن برين إلا برنا كدقتون شيخنا شريف محمود شريف علي او هل كان نوغه سو جيدين دونا موضيع كصابسن دباتد اي نوغيستاي قبيالدا اي سيدي نبي الله محمد ددكي قبيالدان او كلا اي كو دحداي نبي او داويهي ان شاء الله تعالى وانا ادعصنا يا ان شيخا مركو كلمة جيدين يا مقل كأيام منظبة أن أماهنه دقنانتنا أن كد دالنا شريف محمود فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البرادة الأخيار ومن تبع سنته ونهج نهجه إلى يوم التناد. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الجاؤون من أغدار شتى والناء لزيارة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أسلمكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى بعد السلام، إخوتي الأعزاء، وحان نقضي رسك حسوسين إن الله أود الهدوين وقلاضو عالم كان أن كنا الله الدنيا رسول كان يدغنا صلوات الله عليه وسلم مركي الله سوى ساري حالة دي سوسي عالم كاهي إيا سيدة حال نقطي رسول كوحلي عليه الصلاة والسلام إيا مانت عالم الإسلام عام أهان وخاصا بالذات عالم أمة الصومال مشكلة هاي ستحال كذو حوية أردت واحد مدارين وقت دير وبهنان لهي يتم دارين لقليو ee macalasa marka waqtiga oo culimada oo badan ayaa waqtigu inuu muxuu hayaraada laga yaaba tama waxay noqonaysaa marka inaan waxa hadalkayga bal aan dadajiyo oo meeshii waxa u baahanayd in lagu hakado aan ku hakanin hadii kale waxay noqonaysaa inaan muxuu ahaan waxa aan sameyno waxa inaan dhibaato aan kala kulanno macnaha xagga waqtiga ikhwata al-izza رسول كان يقول وحنا نقول هاي بعسدي سكهر صلى الله عليه وسلم عالم كان يحكون ولا جو فوضى كلا دمبين أنجرين احترام أنجرين دين أنجرين لا يسعونه أيكون ولا رسول كان كهر صلى الله عليه وسلم الضراب يدقن عشلاني يسبران بربكون ولا مجر واحد دين أوضت حقها نونسا مجر قانون قفك عليا ما أوسنجرين ما أوسن جن وح شرف يا كرامة أوقفك كرهبتا ذنبي إياه منكر إنه كل عوقفك بين آدمك وحكرنا على عالم كان سيدي ما الله يقول بدأ وقلنا ليه كلهم بدأ وقلنا ليه سيدا حيوانات كأي دور كقلنا ليه هنا ورابي اللي بقى هي كوا كلا يعنان ما الله يقول سيدو يسوعنا بتبمتك كون يه ما كير يه وعنا كتبر تهران وحنا كيرنا الله عنا واسعود جرى عالمك kayri ka weyn buu cunjir ka tabarta yarna waxa cunjir ka xoog gale dadka waxay ahayd aalihadoodu axjaar baa ahayd dhagax iyo geed la soo qortay baa ilaah u ahaa rasuulkoodu shaydaan iyo hawadoodu waxay jeclaatay baa ahay oo rasuul u ahaa diintoodu waxay ahayd anaaniyad iyo qabyaalad iyo kutiri kutaan iyo reer hebel iyo reer hebel bay diintoodu ahay xayaatoodu tanaaxur baa ahayd in la isgowraco iyo dhiga in la daadiyo جملة هان عالم كوحوها بد أو كفر إيا شركة أو عمق يدو دير يهيب كجري
بدأ بطل عدالة الرئي ظلم يمحوها محوها إسلوينا أو يمحوها كبرى كسرس مقدي ضرورات بكسي سرية أو محوها عدالة دي كفر يا شرك يا نفاق يا حسد عرب وحوها دين تيضر دقاح بها هذه سنة ملعابي حول هذه الإله دقاله وحوها النهب يا بابوها هر وحي قارن أي إله كدكتان دقاح أي وقرتين المحوذي أي جعلاين أي أسقو النول دوغان وإذا الموؤودة تسيلت بأي ذنب قتلت ديلانتو هركاسي قارسي سي عدالة الرب حتى قريش يا أنصار درسها دقال دير باكد حنجري والقود يا الله أنصار ولا بجلب هايد ومدينة دقنانا دقال بقلال سنسعونها يا كسعون جري حالد عربت مركز هايد حالد عالم ككلان وكسي ليدتي وحاجر وقت الرسول كان كهر عليه الصلاة والسلام لصادري لبد دولة دود أو ناطية وارسوه كلاها وارهير أفروم أو يوروب هاي فارس أو إيران ما ودن كلا إلهها لبضادو كفرق يا شركة ويكسي ناين لكن انت وحاسي ديريد بقر هذا العابد جيري ولو سجود جيري داد كان جزية كقاد جيرين وحوليك ورسن جيرين أو عربت إسديني سدول مقادة كوانا كسي دهر لبضاد حياتنا نلاش يدينتو هل كاس أي جوكتي إلهي سبحانه وتعالى وحصادري أدونك إلهي كيري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة المالي إلا للإنس والجن لا للعالمين كون كدن رحمة دي مهدات هيده إلهي سهد يجي ونبي الله محمد هيد بالصادري آيات كالواكي إلهي كلها فبما رحمة من الله لنت اللهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك رحمة حق إلهي كتمدو إلهي كوكو أبوري أيا ضدكو قوج العنات هذا دبيعة حمان لهيد أو قلب قلب سنان لهيد ضدكو وكاك لا يعلى وكاك العري لهيد بليلي نبي الله محمد صلوات الله وسلام أدونكي نوعها إلهي ما لها قرر كتل مامي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف ترد بدن الرحيم وأسماء إلهي وإلهي نبي الله محمد كم بقعي سبحانه وتعالى أدونك أسو إلهي صادري وهو إلهي صادري أدونك إلهي والنور ككوت المامي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي إلهي صادري سبحانه وتعالى وهو إلهي صادري أدونك إلهي ونقوت المامي نعمة ليس سيتي أقويني لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الله في ضلال مبين إلهي مؤمنين وحقوق الذي استودقي نعمة إلهي ما يوحكو بكري وسنجر قالت قصو صاري نفتو لحظة الرسول يقانان حسب كيسي النسب كيسي أمانة سي أخلاق دي سي دغوانا كيسي يقانان رسول كاسو كفري يشيركي يضلال ككسارهي رسول كاسو برهي كتاب القرآن كي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدون كاسو إلهي صاري سبحانه وتعالى عالم كي سيسو بدلي وحيسو بدلي وحو الرسول كن غضي مرشد كودي هنونين هاي عليه الصلاة والسلام إسلام كو هنونين هاي وحو نقضي إمام كودة صلاة تكون هاي نبي محمد بها صلى الله عليه وسلم أستاذ كدرسي بحيا شيخ كدرسي بحيا هو نبي الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم معلم كقرآن كبراء أيون نقضي فقيه شيخ فتوى اللويدي هذا شيخ فقيه فتوى اللويدي نبي الله محمد بن اللويدي جري صلى الله عليه وسلم وحو نقضي مرجع أيون نقضان مشكلة كسو سو واجه لبا حال كذا أساقو حالي أيون نقضي وحو نقضي قاضيك خصومة حالية كل كي شرعي الله أبهد وحل اسكو قبصده خصومة قاضيك حالية أيو نقضي رسولك قائدك السياسة ده قامية أيوها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونقضي وحو نقضي قائد الحرب دقالك كل كي هقامين أي نقطة محوها عسكري جانك هقامية يولا مديا محوها بوس كي سيئا جوغي نبي الله محمد بجوغ هقامين هاي وحو نقضي ذات كجيران قفك داوية نبي الله محمد ونغي صلى الله عليه وسلم وحون نقضي مركة كذب صفير كإلهية ذات كورد حيا أذيقها إلهية رسول محمد إلهية أدوم ماذا أيو نقضي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم
wuxuu ka saaray dadkii kufrigii islaam buu saaray, wuxuu ka saaray mugdigii nuur buu saaray, shirkigii iimaan buu saaray, wuxuu ka saaray nifaaqii ikhlaas buu u saaray nabiyulaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam. Salli wa sallim wa baarik alayh. Wuxuu xoreeyey cuquushii bani aadamka ayuu xoreeyey, oo ka xoreeyey ilaahay qeyrkii in la caabudo, oo u xoreeyey licibaadati rabbilcibaad, addoommada rabbiga iskale inay caabudaan waa laga xoroobay inay addoon la caabudo, addooma loo sujuudi jiray, qaybna dhagxaan iyo geeday buu sujuudi jirtay. shaacirkii wuxuu yidhi wahal xarara alafkaara ilaa muxamadun fawducuuduu ilaa qur'aanihi wataxararuu, ma wax nebi muxamed aan ahayn baa caqli xoreeya oo fikrad xoreeya u noqday nebi muxamed diintiisii iyo kitaabkiisii iyo sunadiisii, markaasaad caqligaagu xoroobahayaa oo u xoroobahayaa ilaahay cibaadiisa subxaanahu wa tacaala. Carab buu jamciyey min shataat, asagoo carabi ay tahay waraabo iscuna oo qabiilba qabiilka kale uu muxuu ahaa sanad liqo cuno, oo sida waraabuhu kolku qaarkood inta qaar cunaan si cunaan ayuu isu keenay carab jamciyey. caalamkii buu ka toosiyey qafladii iyo qoomihii uu ku jiray ee kufriga iyo shirki iyo dalaalka buu ka toosiyey nabiyulaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam. arladii buu dahira oo sanamkii ka dahiray la caabudahayay iyo awsaantii, cuquushii buu nadiifiyey oo kufrigii iyo shirkigii ka saaray, xiqdigii iyo daqaa'intii damiirka waxa qurunka ee laysugu hayay buu ka saaray nabiyulaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam. wuxuu ka dhigay diintii raxim qaraabo dad jecel dhex joogta oo kale, dad qaraabo isjecel oo maaha wada nool oo kale ayuu ka dhigay. wuxuu ka dhigay diintii laxma hilibka mid ka xoog badan dhalashada nasabka laysugu abtirsaday reer hebel mid ka xoog badan buu ka dhigay diintii islaamka sallallahu calayhi wasallam. allahuma salli wasallim calayh. wuu jamciyey nabigu sallallahu calayhi wasallam bilmu'aakhaat, waad garanaysaan markuu rasuulku soo hijrooday makee madiina yimid, awalu shay uu qabtay wuxuu noqday masaajida inuu dhiso, shayga labaad ku xijisiyna wuxuu noqday ansaari iyo muhaajiriin, laba nin ansaari iyo nin muhaajir inuu walaalsan siiyo. wuxuu walaalo ka dhigay nin xora iyo nin cabiid oo addoon, nin xora iyo nin mawla ah, raggii quraysh ugu sarsareeyey iyo rag mawaali ah oo la xoreeyey ayuu walaalo ka dhigay. bilaal bin rabax oo ahaa nin asal addoon ahaa oo la xoreeyey, abubakar muxuu xoreeyey ayuu wuxuu walaal kaga dhigay si riwaayooyinka qaar ay sheegaan, cubayd muxuu ahaa ninkii loodhan jiray cubayda bin alxaris oo rasuulka ilmo adeer ahayn sallallahu calayhi wasallam, ama cubayd bin aljarax, labada waa la sheegaa, ayuu walaal kala dhigay. wuxuu u garsooray oo cadaalad ka shaqeeya xuquuqdoodii buu si siman u siiyey, wuxuu dhexdooda ka xidhay calaaqa dhexdooda muuminiinta dhexdooda ilaa maa ay gaadhay acdaadii shalay is gowracaysay axbaabul yoom ay noqdeen, dadkii shalay colka is cunahayay ay noqdeen dad maanta nafta isu hura ay noqdeen. sida shaacirkii uu yidhi ma ayna dhacdeen buu yidhi, salil xadaarata maadihaa wa xaadirahaa halkaana yatasalil cihdaani lowlaahu, bal xadaarada dib u su-aal buu taariikhda dib u warsa, wixii hore ee tegay nebi maxamed ka horeeyey wixii ka dambeeyey, lowlaa nebi maxamed hadduuna ahayn labadii nin ee shal isgowracaysa maanta inay nafta isu huraan ma ayna dhacdeen, waxay noqdeen fa asbaxuu binicmati illaahi ikhwaanan, markaa kadib baa waxay dadku noqdeen ilaahay nicmadiisa islaanimada ayo nebi maxamed sababtii dad walaalo ayay noqdeen. waa sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu, kitaabka ilaahay qabsada jamiican dhammaantii, walaa tafaraquu hana kala tegin, ha iskhilaafina, ha islaynina, ha iscaayina, ha kala tegin. wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa fa allafa bayna quluubikum, waliba khaasatan ansaar, waxaa la yidhi xusuusta goortii aydan acdaa waraabo iscuni ahaydeen oo ilaahay isu dumay dhexdi quluubtiina isu dumay, fa asbaxtum min nicmati illaahi ikhwaana, aada noqdeen walaalo nafta isu hura, aad ilaahay nicmadiisa sababdeed ku noqoteen. waxay noqotay dadkii saa isu cunahayay ee waraabaha ahaa wan iyo waraabo isku ahaa, waxay noqdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwuu ku magacaabay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, caalamka ummad loo soo saaro ummaddii ugu khayrka badnaad bayda noqoteen. waxaa noqdeen dadkii nooca ahaa
كوي إلهي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وحان ذكر إن أمة محمد هذه دين أمة عدولة أو فضلة لتكونوا شهداء على الناس تتخيل تكون مرخاتك على غيام ويكون الرسول عليكم شهيدا رسولك محمد هنا هل لو تزقي إذن سي قيام الله مركلا تقول سلم وبارك عليه وحو نقضي حالك صحابة رسول الله أنصاري ومهاجرين ما شاءوا الدم بيسا أو أها إلما هاقا ودنر الكدوك تبوها رسولك نقول ما شاءوا حنو أها لقاح يس مهاجد اللعابدو هل كاسي كودة بيوانا قاس أنصار أو بقول سنة كبدا تاريخ كبايها ديوانا لقا قرر موها دقال كده هنجري أو سي خزجو هوي ولا شيء وحي نقضين ذاتك النبي الله محمد ويري صلى الله عليه وسلم ذاتك كلانا وابسته إذن كنا وحاتهن مرادا إذن حوساتهن أنصاري ذاتك كلا هذي وضمران أنصارنا وضمرته وضد أنصارات من راعي لها أي أنصارنا نقضي تصالى ير لبن إن أو حاجرتي من لبن موالي هاين أو بكر وحري سيدنا بلال بلال ننموها مرنا أضانها مرنا مولها الحري رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز أوحى لينا هذا وحو قرس ذي قريش رجي أول كبير كبدنا قبل هذي سقوا نن مولها أضانها مولا نقضي هذا أفريقيا مذوه موه ولي آدم مذوها سيدكو أي أيو قرس ذي قال وحي لنا راء بن مخزوم بك قرس ذي أين مغيره قرس وليد بن مغيره ولاش قالوا وحي الله رأي عبد الدار وأيوه نكبة سيد الرأي الله قال قراش وقصة كتاك بلنا إذا هيد أيوه قبله هذه القرصة شوف فيري زيد بن حارثة يو قرصة زينب بنت جحش ورسولك زوجات كيسة سياء قرصة مركبة زيد بن حارثة قرصة أسامة أو زيد بن حارثة علي أو أسنى مواردها أيها واحد أكتر النبي الله محمد عليه السلام وفات كيس مركو جوغي أنصاري المهاجرين المسلمين تنتسوا ياري أيوه لك عدول أو بحا أسامة بن زيد بن أمير وقدك أو بكر يا عمر يا عثمان يا أيها شمعه النقضي أسكرتي أسقنا أمير كم نقض هل كاسي عدالة دي قاري مرك أنا قهدان أنها أمة الصومال مرك عامهان أمة دا أمة دا اسم مسلمين تا إسلامك خاصة أمة دا الصوماليين بل شركيا لبقلين لكن ما حنا كذي لنا وقت النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحنا كذي دوان هاي مد إلهي عند جسنا سبحانه وتعالى وحنا نوجو يرهاي إلهي وحوله إنما المؤمنون إخوة ولا له وحيكون كوبيهم مؤمنات ولا له حسر ولا قلي إنما المؤمنون إخوة حاجي مرت مرك ولا لماذا ندي إيمان كنا حاجي مر هذا نحن أمة الصوماليات فأصلحوا بين أخويكم هذا لا ولا على صدح ولا هذا خبر إذا كنا شو ولا لك كاوينا يا ولا لك كاير هذا استقالا كيف تراعي صورته هذا وين أتكل قبته لا بدي نويل ولا على وين أتكل قبته كذانم كوين أتقبته كم ظلم كان وين أدقر قرت فأصلحوا بين أخويكم نبي الله محمد محكوت المامي صحابة اللي سعوا تيلاهي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نبي محمد ورسولك إلهي هو معي سانا وحلويا قانا مؤمنين تدأبي هذا رحماء إليهن ضد رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم أنقى مركا أمضى الصومالي ذا نهاي مركا دحنا نانا نقطة مركا كالحنية نقوم جيران صوما لكن مركا قفك الصومالي يهي نوال بطوان حنية يضبو يلان هي وريرهبه إلهي محوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم أوي تلماتي محمد ديدني أنصار إلهي تلماتي سيئي فير مركب مهاجرين سوح جرودين أوي رسولك يا صحابة اللي سعوة صلوات الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أيوي مدان أنصار أنصار محي سميس وحي سميين نكسو أنصاري حوله سحاف بقرق حاسس كيسي لبها دو قبيل مدبو يلي ما فرانك قاد هيا نكي مهاجر كاي ولال كي اها اي ولال كالاقلال ديقاي بونن والبحوله لقيب صدي اسلامي هنا لقيب صدي شوف
كراسو إلهي وحوري والذين تبقوا الدار والإيمان قوة إيمان دارة مدينة دقي والإيمان وألف الإيمان من قبلهم من قبل هجرة المهاجرين مهاجرين هجرة ذا قهر قوة إيمان كقاتو أنصارها يحبون من هاجر حجعلي هندات مهاجرين تأسوا هجروا ذا بيجعلي مركزوا كإلهي آية آخر كذا كو أمان هيو أولهي نفط هذا وحاجة يدباتها كمهلايان وحي مهاجرين لسيو غنيمة وحدي بكمهلايان بل إيه باهي كستوه هيسا نفط هذا وحي جعلي هنا كهر مريان داتك كالي ومهاجرين تأهران ألو باهي قفك مؤمنك قفك ولالك مؤمنك إسكادة فوحو يالي وباهي داكو هيسا هذا كو بيه شاسك إنا سيسا لو باهي هذا المؤمنك رسول كان صلى الله عليه وسلم مغل سيدنا محمد وحيد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مؤمنين تا إسجعائل كود إسا تعاطف كود إسا نحرس شداد وحيل متى هل جسد هل جرء هل قف كيان إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى وسهر هذه جركا أي إلك حنون تا عاو مسيحان كرتا هذه دق لقاء قفت مسيحان كرتا هذه قف مؤمن الدبات سوق هذا العاو سحت مؤمن هذا الشيء كوربا كيا هذه قبيلة إلى الروكا ورمت الصومالي ومسلمين أوفر حيسان عاو قبيلة مسلمين أو صومالي إلى الروكي ولا باب شيء وأنا فرحسان تعاو أو كوري هبل هبل لا يسوما فان ولا فرق ما قدني إيمانك ور ور عليك بشيء كقتال هذه بقى وقف مؤمن الدبات سوق هذا أذكونا أوفر حيسو إيمانك قد بقول غاب إيمانك هذا واحد ما يهي، وأنا سيدا عاوة هذه إيش اللي قاقفت هذا نص ساعتين قفكم مسلم كمرك دبات سوق هذا وين أنا ساعنا عاو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كذا وحديث بخاري مسلم وريان يا غير أذكر إنسان حديث كلام حكيده صحيحة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا مؤمنك وقفكم مؤمنك أولالك أو حول مديهاي دار لا تسي قول أنا هذا أنكو جرنا محكم سمي سياي دقح إيوه محوها عاج إيو، وكسب بلوكيات إيو، وكسب مسيا هاي بير وكسب مسيا هاي. هذيل لك هلاقات قادو حبض البجوني الله دقو. هول كان ما فدين أنا وما شير ما كو قصين القبوق من نجع علين هيا. وما يسمى سبب هول كان ينوع علين هيا قبوق. يرحب ك يدحات يوحكس السكان سجيت سجيوي. مؤمن كوان وقف ككلام مؤمن كان دق ونقطة. سيد هول كدير بيا سيسحو جين هيا وين ونقط. هذا نسأ ونقطة إنين. إيمان كذا وربا كجر إخواني. بل رسولك عليه الصلاة والسلام بوحو يري لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان كدنا ولا قافي قفك مؤمنك إيمان ما لأحدكين إلا ما قفك كلام مسلمك أضجع لا تنفت هذا وحد لجعش قف نفت هذا وحد لجعش هاي لجعش هاي ما أدي لكرتا ما أدعي كرتا ما أدعين كرتا مايا ما أديسي كرتا مايا وأي نفت هذا متاكم السمين كرت مؤمنيتها إن بدن آيات بدن القرآن حديث ما كسر أرتي القرآن بدن ما كسر دقي كما هذا كروا سان شيء وقتها جابن مؤمنك وطلع سلك ربا تعصبك هذا نص ولا إنه يشيك هذا محو عوان كأنه إخواني تعصبك قبيلة دوان ويا بدن متى قبيل كم أنا قنا أنا كسر ما لكن كوا بدن وكان كري أي دسو كه كدرن باجي هذا طريقة وتعصبته كا قبل كنت تعصب بل درجة جوكتا ما أنت تقول شيخنا بروح مكوم شيخس هذا شيخ تعصبت أنا كأم بل ميل جوكتا وايو ميت كقبيل كقطع عصبي دليل وحنا نقول فعلا أمضي الصوماليات هي بنو إسرائيل كي أنت أنبياء إله عاصيان إلهي تيها كره أفرت سنة ورا سنة من ما تقرق صارنها اللي ميت جوكنا لبعثني أفر سنة سواد الدولة لان مني لبعثني أفر سنة مرينا ولينا شيخ هذا نمر الدواء تيه رب إسرائيل بكو جرا وانس جرا نينين كام ها كاني قبيلة دي نصب كايدو رير هبل يير هير هبل بكن تسوما كا تعصب كدروق ذا يا مشايخ ذونا وكان كري أي دسكس يدرن إخوان هادكو جرا نسنة نسنة تاي أنت أنا هذا ماشان سنة وحلاقة وأنت دسكو مجال الجوك تاي ماشان مولع باكجرا ماشان مولع باكجرا ماشان مولع باكجرا ماشان مساجد باكجرا ماشان نت باكجرا ولو مع ذلك وحلقه يا الله اسكو ميل
isku waqti usocotaba inaan alahayn oo hoos iska wada cunayna manjax iska wada xabinayna kulli wardiinta islaamka dhigaysa maxay tahay saas intaanan meel kastoo kan amnistiyadkan aan joogno ama goobaha kale aan ka nimaado laba kasta meeshana mowlac baa ka furan meeshana mowlac madiinta islaamka sidaa ugu oo haddaan khayr uga furayn mushkilo ma lahe kan waxaa loo furay sheeshii qabil kana reer dariiq hebel kana reer u hebel baa loo furayaa khalas haday diintiisa noqotay kuwii siyaasadda iyo qiyaadada dawladda noo hayna kuwa kale ay yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala asagoo qabiilka iyo yasida nagala hadlayo wuxuu yiri yaa ayyuhalladhina aamanuu laa yashar qawmi min qawm wadadka ilaahay rasuulka rumeyayow yaayna rag ayna rag yasin qoomku waa rag balaya haddii dumar kuma jiraan balaya waayo aayada waa lagu caafay yaayna qoom qoom yasin asaan yakuunu khayran min waxaa laga yaabaa kuwan la yasin inay ka khayr badan yihiin kuwa yasay walaa nisaa'un min nisaa wardumarna dumar yaayna yasin asaan yakuunu khayran minhun waxaa laga yaabaa kuwan dumarkay wax yasahaya kuwa la yasin inay ka khayr badan yihiin shuf anaga isma siyaasana ismayna siyaasi maxaa soo oran jiray kuwaas waa reer soo ku reer hebel waxaan anagu mar reer hebel baan mar reer hebel biyo meel kale cabnaano soo reer hebel ma soo ku yasa haysa yasa ama hadithki rasuulku muxuu ahaa bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim hadaad kun sa boqol sano noolaato oodan waliga laxda tucayn dambaabin dambi waxaa kugu filan qof muslim oo tiri warkaas soo hebel ma igada hadaad qabiilad dhan yastay ka waran oo laga yaabo dhowr milyan inay dhan yihiin xaggee joogtaa horta uma laga yaabo shan boqol oo kun inay dhantaa hadlay soo reehebel maaha intaad galaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuna leeyahay asagoona la hadlahaya yaa ayyuhannaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wardado waxaan ka abuurnay mid lab iyo mid adigoo xaawiya aadam ah wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxaan idinka yeelay shucuub shacbi soomaal shacbu masar shacbu yaman shacbu kada iyo wa qabaa'ila qabiilo hoose laakiin waxaa la yidhi litacaarafuu inaad dadku siday ku kala xigaan aqoonsato oo mid baa laba xaq kugu leh mid baa saddex xaq kugu leh mid baa hal xaqa kugu leh saa isu dhexlaysaan saa isu xidhiidhinaysaan inaad aqoonsataan laakiin laala tifaakharu maaha inaan isugu faanno inaan ree hebel iyo ree hebel ilaahay qur-aanka xikmadda uga jeeday ee noogu soo dejiyay taa maahayn imaam albukhaari ayaa wuxuu soo saaray rasuulkeena udgoon inuu yihi sala allahu calayhi wasalam man qutila taxta raayatin cimiya aw cumiya intaba waa la akhriya ninkii dagaalama calan indhala hoostii ku dagaalama calan indhala muxuu yahay waa calan qabiil u dagaalamahay ma wada garanaynaa soomaa calan qabiil u dagaalamay waxaan xusuustaa 1991kii yaanoo dhoobley meeshii la odhan jiray jooga anugu ma maqlayna canugu markuu saa yidhi laakiin waa qiso mashhuur hayd oo rag mawsuuqiin oo joogay ii sheegeen ayaa canug yaroo soomaali ahoo laba saddex sano jira oo hadalbarada ayaa waxaa la weydiiyey oo yaroo aan weynayn cirka yaa abuuray waad garanaysaan soomaaha jabaadihii wada esta lahaa oo wada magaca lahaa ee sebel sebel wadaha kolkaasi wuxuu yidhi baa la yidhi canugii cirka waxaa abuurtay usc dhulka yaa abuuraaliyi sbm abuurtuy xarakooyinku hadday ahaan lahaayeen xarako milatari ahayn kuwii dowladda reer ahayn laakiin hadday ahaan lahaayeen xarako xataa shacbiyan u dhisanoo dowlad ahaan khilaaftee shacab u dhisan ma jirin xarako waxay ahaan qabiil ka dambeeya ahaanoo xarako waliba magaca leh isla baxdayba qabiil ma dabada ku haysa soo mahayn halkaasay naga tuureen ina la yaa cirkana u s ba abuurtay dhulkana s b m ba abuurtay xarakada s halkaasay naga ridtay waxaan xusuustaa 2010kii iyo 11ka meelahaas waaga waxaan deganaa magaalo la yaa egan ayaa qof soomaaliyeed waliba ardaya yaa sidar waad garanaysaan communitygan baran kool la yidhaaho hortiisa ayaa muxuu qolo kale oo soomaali ku dishay weliba waxay ahayd public meel dad badani joogaan baa lagu dilay ninkaas ani ninkii waa la xidhay waa lasoo qabtay booliisku way soo qabteen maxkamad baa la geeyey wax ku markhaati furaa la waay ilaan reer hebel weeye reer hebel yaa ku markhaati fura horta
هاتي هاتا وحالس كودا هيا نكن لدلي هادو يهي قولا كالي قولا نكا وحدي لاي هيا سكودا قولا كالي كوما خاتفور انا كان عيسو انا كوما خاتفور وها مع الاسف ادي ديري ادي دبي لو يطوم بلو مكا كسوريكتي ايا بران كور هرتا نكالا صومالي هادا لودلي اصلا هادا ندك جوب جوبهم وريه صور رمى هيا وحول كيري لما وحول يري وحاس ويدين لو يري سنة كهرة نبا ماشي لودلي داتكونا وي جوجين انا مرخاتك انا وي ديدن نيكي ولا سي داي هذا انا مدبا لو ديلي هذا انا ولا جوجي ما مرخاتي فري دونان بس سيد كو هري سمين دونا لا ما مرخاتي فري كو هرو كلا وي وا سومالي ور هداي عركينا يو اس اي ابورتي دولكينا اس بينا ابورتي مركان سو قحنين ميش نمدنا اي نقطه كانغي لدلينا كان مرخاتك وين حقان كو سونا مرخا سومالي اس ويدين انت سونا سومالي انتان صعنا رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام قفكي لديلو تحت راية عمية علن عند الهوستي وعلن قبيل يقبيل الذي يتعاسو كده قال لهم هاي يدعو عصبية أو ينصر عصبية وقو يارا هي ذات كرير هبل أما قبيل ذو قرقار هيا فقتلة جاهلية قفك دماشو دنت ودماش الدين لآنه دو جاهل يسلام كورو وكلو المديا wad garanaysa marka dadkeena dhamaaday hada isku dhamaanaya hadaba socod maxaan ku hore ka sheegayna hadaba wali ha isocota hawsha ay dheesho ay socota waxa aan ku dhimanaynaay waa calan indhala calan indhala wey imaam muslim hadithka uu soo saari abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wuxuu rasuulkeena u gudgona ka wariyay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية نكدا عاد أمريكا كبح وجماعة المسلمين تفارق أرد أنت وارد أنت هدود أنت وود أنت لماشي جاهلي أدين لعنت بود أنت ومن قاتل تحت راية عمية قف كيد دجالما علن إن دلوا قبيل قصة ليسن هوستي كود دجالما وريا ريه بلاي way go horaba soomaalida yar aan toogeeli waxba kala dhici jirti laakin kulkaan isoo soo guranay alta leeriga oo nirwaya reer hebel oo qabiil hal milyan iyo qabiil hal milyan aan isku ku cinno yaqdibu li asabiyya aw yansuru asabiyya faqtila faqtil qitlatun jahiliyya aw la dilo xaaladin la aaneed oo jahil ku dhinta qofka asaga rasuulku alayhi salatu wasalam wuxuu yiri hadithka ku yiri نكي أمضى إذا كسوا بحا يضرب برها وفاجرها أساقو دي لها يا متك مؤمنك بارغا إيا كفاجرك لبدا بدي لها يا ولا يتحاشى من مؤمنها قفك مؤمن كان عن كبحشون إنه كاستثنون إنه والبا دي لها يوسوقار ولا يفي لذي عهد عهد قف مسلمين تو أي بلان لقلين بلان تهانو أوفنين فليس مني ولست منه taasu malayna seenad calanka ku hoos dagaalamayso umada nabi maxamed aad kamid tahay kamid matid nabi maxamed ka mid ma jaabir ibn abdullah ba wuxuu wariyay xadiis dheer oo muhiim riwaayeen badan ay wariyeen bukhari muslim iyo geyrba ayaa wuxuu leeyahay anagoo dagaal ku jira waxa la oran jiray qadwadi la oran jiray qadwatul muraysic oo qoladii reeban musaliq lagu duulay baahayd oo duulana ayaa nin oo ansaar muhaajira ayaa nin kale ansaari ah dawada ka laaday magacantu ku dhuftay ma birbu ku dhuftay ma lugtu ku dhuftay kale dawadu ka laadin baa ku qoray meejaga dawada markuu ka laaday ayaa ninkii ra ansaarad muxuu yiri yaa lal ansaar talaaya yaa ra ansaarad kulkaasuu ki muhaajir kan muxuu yiri wa yaa lal muhaajirin war yaa ra muhaajir muhaajirin rasuulki ilaahi ba alayhi salaatu wa salaam asagoo u dhawayn yu ilaahi maqashi kulkaasuu wuxuu war waxa dhici maxay yihiin wuxuu sawax leeyahay ya rasuul allah nin muhaajira ayaa nin ansaar ah dabada allah kaga dhuftado markaasuu ninkii arre ansaarada wuxuu wariyay arre ansaarada ki muhaajirkan wariyay muhaajirina da'uha wuxuu rasuulku fa innaha muntin war ka taga waa baqti urahay way ureysay qabyaaladii qabiilku waa baqti urahay way ureysay ka tagu rasuulku alayhi salatu wasalam rasuulku alayhi salatu wasalam ها
حديث كلا وحكوا يري رواية كلا دعوها فإنها خبيثة قبيالة دا كتغا وخبيثة ومدحن وبخت أوريسة كتغا يقول رسول عليه الصلاة والسلام. إذن مرك إخواني حدي أمدي الصومالية خاصة أن لمدنا همانة رسول كان أدقنا أجوغ عليه الصلاة والسلام لا أن لسودين حالات عربية عالمكم ماشي أن ما تجوغنوا. إذن ما الحل؟ حالكم حنقون كرا إن أن إلهي أتوبة كان العود إلى الله وتوبة إلى الله وصلح مع الله إن أن إلهي أتوبة كان وإلهي شيس لقل تاسا حالي نور نقون كرا حالك المهلي وإي إلهي بوحوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه إلهي قوم وناكسنا وناكودي كما بدلو إلى ما أيه فجور يدم بلي مادن إلهي قوم حما حماتا كما بدلو إلى ما أي توبي يصلح مع الله يا أولا أفتان أيه مركا لازم إنا صلح مع الله إنا قل أن توبكنا إخواني كل جن إنتانا ينتا كلبا أن توبكنا إلهي بوحوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح ذاتك إلهي رسولك سرهمي وإلهي أرتوبة كان توبة خالصة نصوحة آياتك الإلهي محقر سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ورمان مؤمنين تي إلهي أنقضوا توبة كان حقيقة وذيبانسة أن إلهي أرتوبة كان وصلح مع الله أنقل مركان صلح مع الله أقل أن كتابك إلهي حلقه ونقوم كراء التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أن إلهي أطوبة كان وأن إلهي أطلابا وأن صلح مع الله أقل وأن كتابك إلهي وسنة رسولك أن أنقبسنا صلى الله عليه وسلم اللهم صلى وسلم رسولك أن السنة أنقبسنا إلهي بوحوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحائذ ينقصوا من رسولك إلهي دا يشوه ناكسن ورسولك أنه قدين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحال رسولك محمد إنسي قاتا كاسا خير قد كجري أدوية آخر دين يدوية وما نهاكم عنه فانتهوا وحال رسولك إذا كان ربانا كهر إنان الله بأن إلهي سبحانه وتعالى وأن صلح مع الله أقل وأن كتابك إلهي السنة النبي أنا أنقف سنة صلوات الله عليه وسلم حالك كاكر يوم نقول كرا حالك كاس نقول هيا حضن بيسو حال ورجي أن شاككم مغلي محمد كل ورجي عبد الله حسين محمد أي علماء دي وقت يجلس سويا مركو يمد مهمة وين بسومالي ذاك قبل واقع علماء حتى لقى صورها لي قار بار إير لقى صورها قار بار مركية بار إير لقى كين وحي قلبات جيرين واسوكين مركزوه في الورياء نمكن العلماء ذا وحو يري دين الإسلام كا ودق الكفوف أياد قد لير والله بيتهم بعد كقدين تقول دين بول دين عن كسر صار عن كده غنى كتابك إلهي يا سنة النبي أركان الإسلام كسره هانو أقول نعم بشيران وحاله يري سيدي وحاله يري عامو علماء وجيت صار جيت صار مها كل جيس بتاعه جيت بحاجرة جيت صار لا يراه إنه جيت كده لبحه أو جيت قفصان ما يعني كل جيقول استايكر ماشي درانك علماء وقد عيد قال كاسك خلافنا الكاسين عامة وحاليلي علماء وجيت صاروا إنه جيت كلا كده البحمو يقولون مساكر عامة كبت كرويو يا لقير وربنا هرتك هو علمانيته هنودن بيان أنت أنا ولي أفكارك لنا هنودن بيان أنت أنا على موها طريقينك على السنة عن شيئنا إنه هرت إنك وصل مع صلح مع الله عن قال أني له توكن عن رافنو مولع حبل يوم مولع حبل يوم مساجد حبل يوم مساجد حبل أو كان قبل كل سلسة كان نشى قبل كل سلسة كان دري قبل كل سلسة بالله عليكم أنت إنه طريق حبل لما يشى كوقد قوام تاي شيخ ولا مش كوق قوام يهاي شيخ ولا مش الله جل سهيو ولكن خير السجود خير الدنيا والآخرة من مجالسة هل كانوا منا تجنانسة نعم ما وحنا كويرو نعم كان هذا حركوا إن كان هذا محاها عالم كوهر يمد أو حاجة لجوهر جيدو يا قلوا واحد يعني ما كان لقى تخلصوا أنت مرينا أنت مرينا حاني هذين ما كاسب بقول سنة يسيم مودان هذان إذا كبرت يتعين بالله إنكوا إيمان هيا أن بيش كذا قاعد وايو هل كنا مول عبا كفرنا كان مول عبا كفرنا الله ولا اسمه يقان الله اسمه يقان ورب عامض هنود ما يني حركوا إنك كري أمضى كله أنا جو إخواني عن قلب جو سفر عن قلب جنا جم مدين عن عقل جنا جم مدين
aan leesanka naga midayno aan xoolaha naga midayno diinta islaamku idinka isugaysa laakiin anagu waxaan sugeyna ma garanayno diinta islaamku anaga inu sugeysa laakiin anagu waxaan sugeyna ma garanayno hadaynu saas sameeyna wadada lacalla inaan naftanada badbaadino ummadii Soomaaliyeedna wax ka badbaadin hadii kale 24 sano tii humarayay 4tan waan u dhameystirmahay hadayna noqonin 4tankii sanad reer bin Israel ku dhacday tii waan u dhameystirmahay marka insha Allah ta'ala waqtiga oo gaaban dirti ayaa waxaan jecelahay inaan kelimadeed inta ku soo goobo insha Allah ta'ala wax badan waan ka tagay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليك الله صلى يا محمد ابن عبد الله 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 لذكر المصطفى الهادي هلم يا عباد الله عليك الله صلى يا محمد ابن عبد الله أخي اسعد وخذ نصحي وقل يا خير خلق الله عليك الله صلى يا محمد وخذ زادا من الدنيا وخير الزاد تقوى الله عليك الله صلى يا محمد ابن عبد الله وخير الخلق ذكر الله كما في خير كتب الله عليك الله صلى يا محمد ابن عبد الله وسر الله في الكون وسعد الخلق سيف الله عليك الله صلى يا محمد بن عبد الله سيد بين بارينا وبين الخلق ذاب الله عليك الله صلى يا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن شريف محمود شريف علي خير فربضان إلهي أكو أبال مري سبحانه وتعالى وعن لنا يفصح الله لسانك وأجزل الله مثوبتك كلمة رنتي آدو رائعة أو قلوبتي نطابتي أيو نوشيكي مشكلة دانا هاي ستا أيو نوشيكي حل كذي إيا دوذي دي نو نوشيكي إنا يتهي نبي الله محمد أو الله مرد ريقه مري صلى الله عليه وسلم الله وسلامه عليه أن